صباح الخير مرة تانية مشاهدينا، ووصلنا لمحطة جديدة من حواراتنا. والحقيقة الاهتمام بالشباب ودورهم في المجتمع وتهيئة الشباب للمشاركة المجتمعية والسياسية، من ان يعني بتيجي دايما كل ده في الأساس انه اكيد الحكومة والدولة مش هتقدر هي تقوم بكل الأعباء والواجبات، ولكن علشان هنا بيجي دور منظمات المجتمع المدني والحقيقة كل الائتلافات والأحزاب وما إلى ذلك. الاهتمام بالشباب زاد جدا من بنتكلم من 4 أو 5 سنين، من أول ثورة يناير وثورة يونيو، وبدأت مش بس مصر، بدأت كل دول العالم وخاصة الدول العربية طبعا بتبدأ يعني تبقى زي ما بنقول alerted وعندها وعي أن الشباب ده فعلا هو اللي بيحرك كل حاجة وبيحرك الدول دي في هذا التوقيت بالذات. الحقيقة من يوم يعني تولي الرئيس السيسي لمهام الحكم وهو يعني مهتم جدا بالشباب، لأنه فعلا بيعي أهمية هذا الشباب في أنه هو اللي هيقود البلاد، وخصوصا أن مصر زي ما دايما بنتكلم وبنقول أنها على عكس أوروبا القارة العجوز، لكن مصر هي الدولة الشابة الفتية، وده لأن 60% من شباب أو من سكان مصر شباب. وفي المبادرة الأخيرة للرئيس السيسي واجتماعه الأخير بالشباب في يوم الشباب المصري وإطلاقه على 2016 أو 2016 أنه عام الشباب، وبعد كده طبعا بدأت الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب من بداية المشروعات، وضخ 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب. نتكلم النهاردة عن ائتلاف كبير موجود بشكل فعلي في الشارع في المحافظات المصرية، وهو اسمه ائتلاف نواب ونائبات قادمات. هنتعرف عنه وعلى الدور اللي بيقدر من خلاله انه يوعي الشباب، انه يخليهم في زي ما بنتكلم وان هم يشاركوا مشاركة مجتمعية وسياسية واقتصادية بشكل أكثر فعالية. معنا للحديث في هذا الموضوع دكتور ناهد شاكر رئيس ائتلاف نواب ونائبات قادمات، هتبقى يعني هتلحق بينا حالا دلوقتي، ومعانا الاستاذ عبد المجيد عبد العال المدير المالي للائتلاف. استاذ عبد المجيد صباح الخير. صباح الخير يا فندم. لحد ما دكتور ناهد تلحق بينا الحقيقه، بس يعني في الطريق اتاخرت شويه، عايزين نعرف يعني المبادرات الجديده كده للائتلاف، ولما تيجي دكتور ناهد يمكن تتكلم عن بدايه الائتلاف اكتر شويه. مفيش مشكله. هو حضرتك والله من ضمن المبادرات اللي احنا شغالين عليها دلوقتي هي المبادره التوعيه ضد الإدمان، تمام؟ الموضوع عامل إثارة كبيرة وضجة كبيرة جدا في الشارع المصري، خاصة في موضوع الشباب. يعني خلينا أنا كشاب أتكلم شوية عن موضوع الشباب، لأن الموضوع إن من المخدر للإرهاب مباشرة، ما فيهاش كلام بعد كده. إيه اللي خلاك الأول تهتم إن أنت يعني تلتحق بالائتلاف؟ هو خلينا نقول إن العمل السياسي، هو أنا محب أولا العمل الجماعي والعمل السياسي. فانا كشاب نفسي ان انا اتواصل، كان من فتره كبيره نفسي ان انا اكون مشارك في الاعمال السياسيه او الاعمال التوعويه بالنسبه للشباب او اي خدمه تكون للمنطقه. فحسيت دوت في نواب ونائبات قادمات، دخلت في المجال مع الدكتوره ناهد شاكر، مراه مصريه عملت كيان، نبع الكيان دوت عن مراه مصريه مكافحه قدرت ان هي تعمل حاجه وتعمل الكيان ده. عجبتني الفكره جدا، عجبني الاسلوب بتاعهم، عجبني الشغل اللي هم شغالينه، هم فعلا متواجدين على ارض الواقع، فحبيت ان انا انضم ليهم. قعدت معاها وعملت انترفيو وبعد كده دخلت معاهم في التفاصيل. اوكي، فانا بما ان شغلي انا محاسب فسكننا البوزيشن بتاعي كمحاسب. كنت حاجه اسالك عن المدير المالي كده للائتلاف، يعني يعني بتعمل ايه الاول في الائتلاف قبل المبادره؟ تمام. والله هو الموضوع الائتلاف اولا كمدير لازم أن يكون كل ائتلاف او كل كيان لازم أن يكون داخل عمليه الفلوس شويه. انتوا سيلف فاندنج او بتعملوا دعم مادي لنفسكم ولا بتتلقوا اي تمويل ولا؟ لا، الموضوع كله بالجهود الذاتيه. احنا رافضين اي دخل خارجي للائتلاف. تمام. عشان ما حدش يتحكم فينا، ده اولا. اما بالنسبه للشغل المدير المالي داخل الائتلاف، هو لازم، لان في فلوس بتخش لنا عن طريق الاعضاء او الناس اللي بعض التبرعات وكده، فلازم يكون في حد ماسك الماليات شويه. بنقدر من خلالها نعمل التكريمات ونقدر نعمل المصاريف بتاعتنا كلها بالجهود الذاتيه. تمام. تمام. دخولي في الائتلاف ومشاركتي فيه
تمام، في دعم شويه للشباب، وعشان ندي حتى فرصه للشباب اشتغلوا، لان هي الفرصه دي فرصه كبيره، لازم نشتغل، لازم نشتغل. تمام. طيب خلينا نتكلم بقى في ليه دخلنا الائتلاف حضرتك. تمام. لما قلت لحضرتك ان الائتلاف ده لقيته كيان كبير فدخلت فيه، نفسي ان انا اشارك في عمل سياسي وان انا اخدم وطني وبلدي في اي عمل، ما هو ده مطلوب. طب بتعملوا ايه في المبادره يا استاذ عبد المجيد اللي هي لا للادمان او ضد الادمان؟ يعني في ايه الجديد اللي بتقدمه المبادره؟ احنا عندنا اختار حياتك مثلا، دي اللي بتتولاها وزاره التضامن الاجتماعي مع الدوله طبعا. ففي يعني في بروتوكول تعاون دلوقتي مع الائتلاف ورئاسه الوزراء في هذه المبادره، فكلمنا عن الجديد اللي هتقدمه وبتعملوا ايه عشان توعوا الشباب في كل محافظات. هو اوريدي ان احنا دلوقتي متواجدين في الشارع. تمام. وده اهم حاجه. يعني شارع ايه؟ الشارع المصري طبعا. تمام. متواجدين في الشارع فعلا. تمام. وخاصه المناطق الريفيه شويه. تمام. هي قصه مش عايز ادخل حضرتك بس في قصه البطاله، لان هو الشاب ما فيش شغل. تمام. فاوريدي ان هو بيبقى قاعد في ما هي البطاله متصله بالادمان، يعني كتير من الشباب بيكون محبط فبيضطر يلجا للادمان، ده حاجه من النتائج. فمن هذا المنطلق انا بخش للشاب من هنا، يعني حته ان ما فيش شغل لازم تعمل مشروع تشتغل فيه، حته ان هي هوصلك للمخدرات والدخان وما هي السجاره، ثم بعد كده بتوصل للحشيش، بعد كده الادمان، بعد كده خلاص هنخش في دايره ارهاب كامله للشباب. فالتوعيه اللي احنا بنعملها في الشارع دلوقتي هي فعلا ان احنا متواجدين، يعني انا اقعد مثلا مع جماعه زمايلي او اللي في المنطقه ونقعد نوعيهم يعني المخاطرات ضد الادمان. ان طبعا من اهم المخاطرات ديت زي ما قلت لحضرتك بلاد هي السجاره. والله يا جماعه هي السجاره في الاول. تمام. انت ارفض السجاره هتلاقي نفسك رفضت بعيد كل البعد عن الادمان. طب استاذ عبد المجيد بتحاولوا تستعينوا بخبراء نفسيين بدكاتره متخصصين علشان يتكلموا معاكم في اكيد بتعملوا مؤتمرات ومحاضرات للشباب عشان نفهمهم يعني طبيا ونفسيا وكل المراحل الادمان دي علشان يقدروا يبعدوا عنها، يعني زي ما بنشوف. دي حضرتك دي بالفعل متواجده معانا، احنا متضامنين مع الوزاره وفي بعض الدكاتره بتيجي وبنعمل محاضرات وبنعمل زي مجالس توعيه للشباب، وبنفضل برضه نتكلم في النقطه اللي حضرتك اتكلمت فيها. تمام. وده واجب علينا كلنا طبعا. ايه المبادرات الثانيه اللي بيتبناها الائتلاف؟ يعني في مبادره ثانيه رجع تاريخك تقريبا، وفي مبادره ثانيه ضد الارهاب. يعني هي رجع تاريخ جديد مبادرة طبعا انا ارجح ان تبقى تتكلم فيها اكتر الدكتور ناهد. الدكتور ناهد. طيب لو اتكلمنا عن يعني مبادرة ضد الارهاب، يعني هي طبعا بتتماشى مع دلوقتي احنا مش بس مصر اللي بتحارب ضد الارهاب لكن كل دول العالم، فمن هنا برضو لازم توعية الشباب ضد الارهاب علشان ما يتمش استقطابهم برضو من الجماعات الارهابية. تمام. فمن خلال مكاتبكم في المحافظة ولا برضو بتعملوا ايه؟ محاضرات مؤتمرات؟ من المحاضرات وزي ما حضرتك بتتكلم برضك من خلال المكاتب، ان احنا برضك الحمله التوعيه شامله على جميع المحافظات. تمام. برضك انا عايز انتقل برضك لنقطه ان سياده الرئيس طبعا اتكلم عليها كويس قوي، هي ان احنا يعني يجب ان نحصن انفسنا ضد الفكر الارهابي، ان انا ادخل فكر ارهابي لشبابنا خلاص انا وصلت لمرحله صعبه قوي. فلازم اوعي الشباب هنا ان انت لازم تشتغل، لازم، وده برضك يعني سياده الرئيس عمل مبادرات وعمل قرارات كتير في صالح الشباب. خلينا متفقين على ده. ان هو قراراته فعلا في صالح الشباب دلوقتي. ومن ضمنها زي ما حضرتك اتكلمت هو قرار للبنك المركزي والمصرفي بضخ 200 مليار دي تمويل مشروعات الشباب. الشباب الصغيره هتساعد، يعني تقريبا هتوفر يعني حوالي 4 مليون فرصه عمل للشباب، فيعني بنتكلم عن 4 مليون شاب. تمام. هيقدروا يبداوا حياتهم فعلا ونبعدهم عن شبح البطاله والارهاب والادمان وما الى ذلك، يعني بنحافظ على الثروه القوميه لمصر. تمام. من خلال شبابها. واحنا محتاجين الاجهزه برضو تساعد سياده الرئيس في حاجه زي كده. هو ادى قرارات، يعني مثلا نفترض ان الشاب هيروح عايز تمويل، عايز قرض. فلما بيروح البنك بيلاقي في بعض المشكلات بتقف قدامه،
مطلوب منك الاوراق، انا عايز اعمل مشروع مشروع صغير يعني، اسف يعني افتح ورشه، هعمل اي مشروع صغير دواجن. لما بروح البنك بلاقي في مشكله بتقابلني، المشكله دي النهارده هي ان مفيش التكنال او الحد في البنك اللي يقدر يتعامل مع الشاب، انا بخوفه يعني، بروح البنك بتخوفه، لو ما سددتش هتتسجن، لو ما سددتش هتتسجن. التسهيلات اكيد اللي موجوده بالزبط. دلوقتي واللي قدمها الرئيس السيسي، ومنها اول حاجه سعر الفايده، يعني اقل سعر فايده الحقيقه موجود 5% يعني، وده يعني طبعا غير مسبوق يعني. تمام يا فندم، تمام. فانا بقول لحضرتك النهارده بجانب ال5% موجود، انا مش عايز اخوف من الشباب من القرض، ان هو الشباب فعلا خايف من القرض. من كلامنا برضك مع الشباب من التوعيه بنتكلم عن ان انت تشتغل، ان انت تعمل مشروع عشان يبعدك عن ما هو بيربط ده بالمخدر والكلام ده، لان هو عشان عاطفه بوصل للمخدر. فانت لما تعمل مشروع هتبعد، هتنشغل لكل هتنشغل بمشروعك وهتبتدي ان انت تشتغل. لما بروح اقول تشتغل اعمل قرض، اعمل اي مشروع، بروح هناك اقول لك اصلا هروح هعمل الكارد، هقول لك انا عايز دراسه جدول، انا عايز كذا، فهو خايف يعني. هو الشاب النهارده عايز يعمل حاجه بس خايف من المسؤوليه الكبيره او الاوراق او من العواقب او من الاوراق. طب كمدير مالي يا استاذ عبد المجيد، هل ممكن مثلا تعمل لهم ورقه عمل، تحضر مثلا بعض المقترحات ببعض المشاريع اللي ممكن بعض الشباب مثلا يبدا فيها من خلال المبادره دي، من خلال التمويل اللي حصره الرئيس السيسي والبنك المركزي لتمويل المشروعات دي؟ والله هو ده حقيقي، احنا بدينا ان نشتغل في حاجه زي كده. في شباب بيجوا لكم علشان يعني يبداوا بمشروعات من دي وياخدوا القرض؟ هو الموضوع، علشان طبعا يوم الشباب كان لسه قريب، في دراسه في الموضوع دلوقتي واحنا شغالين على هذا الاساس. تمام، بنبتدي فعلا ان احنا نوعي الشباب، هنبتدي ان احنا نشتغل كلنا، خلينا نستفيد كلنا، ما احنا مش كلنا مخلين عشان نتعلم، احنا كشباب لسه مبتدئين يعني. خلينا نقول مثلا مش هنقول الف بي سياسه، احنا اللي كان نفسنا نخش في العالم السياسي، وكان نفسنا نشتغل، وكان نفسنا مصر تكبر، ده واجب علينا ان احنا كنا كشباب ان احنا نشتغل ونساعد الحكومه في حاجه زي كده. مش عايزين نرمي كل حاجه على الحكومه. ماشي، النهارده كل الشاب اللي يطلع، طب انا مش لاقي شغل، طب انا عايز اتوظف في الحكومه، مفيش وظيفه حكوميه، اللي يبقى لازم اعمل مشروع. والمبادرات هي خلاص اكبر تقدم للدوله، ان بقى في مبادرات، بقى في قرارات، بقى في رئيس خايف على الشباب، بقى في الشباب دلوقتي هم الكيان لمصر، واللي هي هتشتغل، لان هم ثورتي 25 يناير و30 يوليو قامت بالشباب. يبقى لما نقول الدولة بتتكلم عن الشباب وبتدي حافز للشباب، انت لازم أن تطلع تشتغل. خططه الجديدة يعني للعمل بناء على زي ما بنقول انه عام 2016 ده بقى عام الشباب، هل في استراتيجية جديدة بيتبناها الائتلاف مثلا علشان يتواكب مع يعني انه العام عام الشباب، او الفترة القادمة فترة الشباب؟ هل بس بتهتموا ان انتوا زي ما بنقول انه من العنوان كده نواب ونائبات قادمات، انه بيتم اعدادهم الشباب سياسيا عشان يشاركوا في الحياه السياسيه، ولا من كل النواحي، ولا الاستراتيجيه الجديده ازاي؟ اكيد هو برضك لمشاركه الشباب في الاعمال السياسيه يعني، عندنا برضك احنا يعني ده الهدف الاساسي. طبعا هو كان في بدايه النواب ونائبات قادمات، كانت علشان خاطر البرلمان. تمام، وفي لنا اعضاء في البرلمان موجودين دلوقتي، لكن الموضوع مش هيكتفى على كده، مش على البرلمان بس، احنا بنكتفى كمان احنا نوصل الشباب للاعمال السياسيه، واحنا عندنا المحليات داخله، فاحنا شغالين على الملف ده كويس قوي يعني. تمام، على ملف المحليات. طبعا يا فندم، ملف المحليات ده ملف مهم جدا، ان هو خلينا نقول معلش الشغل كله في القاعده التحتيه زي ما بيقول، الكوارث اللي عندنا بدايتها من المحليات تحت، مفيش خدمات اصلا يعني. حتى انت النهارده كشاب نفسك تعمل حاجه، هتبتدي تساعد وتساند الدوله في حاجه زي كده. وخلينا نقول ان لازم القيادات تبتدي من الصفر، تبتدي من تحت، احكم البلد من تحت. تمام، المحليات لو اتظبطت هنلاقي شغل قدامنا كتير احسن. طبعًا. ولازم نشارك الشباب في المحليات. طبعًا. وده حقهم. طبعًا. يعني احنا بنلاقي المناصب كلها المهمه للحد الكبير. طب احنا نفسنا كشباب ان احنا نكون متواصلين، يعني ناخد حقنا في الدوله، نساعد الدوله، يكون لنا حد يدعمنا. انتوا هتشتغلوا ازاي؟ برضك ما خلينا نتكلم في النقطه دي. احنا لسه كان في بدايه، فمحتاجين برضك التوعيه، فالتوعية مطلوبة في الوقت ده.
فاحنا متواجدين ان شاء الله في الشارع برضك، بننمي الشباب ان هم يكونوا مشاركين في العمل السياسي، ده اكتر حاجه عشان يبقوا قدوه لباقي الشباب. يعني من هنا بنتكلم عن انه فعلا الاستراتيجيه اختلفت بشكل كبير بعد تسميه عام الشباب او 2016 بعام الشباب. خلينا اقول ان انا بدات احس بالطمأنين عندما اطلق على عام 2016 هو عام الشباب. كشاب عندي 35 سنه حسيت بالطمأنين، حسيت ان انا هاخد حقي في البلد. معلش قبل كده انا ما كنتش حاسس بده. انا 35 سنه عمري ما شفت الرئيس اللي قبل كده. سياده الرئيس طلبنا مقابلته والحمد لله موافقين على المقابله ان احنا نقعد ونتكلم معاه، اب بيتكلم مع ابنائه. فانا عايز برضك ان انا كشاب ان انا اتكلم في النقطه دي، انا حسيت ان انا ابتديت اخد حقي. ان انا كل لي دور في العمل السياسي وكل لي دور في الشارع وكل لي دور في وطني، لقيت الفرصه فدخلت واشتغلت. بمناسبه انه حسيت ابدا اخد حقي وانه الاحباط اللي بيسيطر على كتير من الشباب، وده فعلا لانه كتير منهم ما كانوش قادرين يشاركوا في الحياه السياسيه وزي ما قلنا في الاحزاب كمان، او ان هم يدخلوا البرلمان، رغم ان في نسبه لو نقول انها معقوله من الشباب في البرلمان الحالي، لكن مش هي يمكن اللي كانت منتظره، لان زي ما بنقول مصر دوله شابه. الاحباط اللي عند الشباب ده بتقابلوه ازاي؟ ان هم لا احنا هنقدر وهنعمل، وبتلاقوا نفسيا الاول فعلا الاحباط ده مسيطر أكيد عليهم في البدايه وبتحاولوا تعالجوه الاول؟ اكيد اكيد. يعني انا هتكلم عن نفسي شخصيا، لما بتكلم مع اي حد حاليا في مع الاصدقاء او زمايلنا في العمل بحس بالاحباط ده، اللي هو يتكلم ويقول لك لا ما فيش اي تغيير، البلد مش مستحمله حاجه، لا مش هيبقى في تغيير، مش هيبقى في شغل جديد، لا هي هتفضل مستقره على هذا الوضع. فالاحباط متداخل. انا يعني كحد متفائل انت ما تحطمنيش، خليني ان انا ساعدني ان انا انطلق انا وانت. يعني بالظبط، يعني وزي ما احنا شايفين الحقيقه من الصور الارشيفيه انه الاطفال يعني بيلعبوا بألعاب غريبة في سنهم، يعني ان هم يلعبوا كوتشينة، يلعبوا حاجات غريبة، مش حاجات تنمي عقولهم يعني تخليهم يبدأوا تشجعهم على التفكير والابتكار. بالظبط. وبنلاقي يعني السجاير، وانه من هنا انه ما بيكونش في رقابة. الأطفال يعني بص سنهم فعلا قد ايه، انه بتوصل فعلا في أماكن شعبية وأماكن يعني مش بس هنا في القاهرة وفي المحافظات وفي القرى، ان فعلا شباب في السن ده وان هم بيبداوا يتجهوا ليه زي ما بتقول من البدايه من السجاير واللي بتخليهم بعد كده يكملوا. دول ده عنده كام سنه تقريبا؟ ده تقريبا 7 أو 8 سنين، يعني مش عارفه اصدق يعني. هو ده خلينا نقول هنا ان الموضوع دوت موضوع تقليد بدايه، هو بيقلد حد. هو لا، والرفقاء زي ما بنقول رفقاء السوء يعني. تمام. بصراحه هي كل الجروب كده اللي هو قاعد معاه او كل المجموعه اللي هو قاعد معاها الحقيقه كلهم. فيعني ما هو ان كان رفيقك سوء فانت هتبقى سوء زيه. بالظبط. لو انت الصديق ليك حد كويس وبيوعيك انت مش هتوصل للمرحله دي. واختفاء الاهل عن التجمعات زي ما حضرتك بتتكلمي، الاسره لها دور مهم جدا على الطفل اللي قدامها دوت. تمام. لازم نتابعه، اعرف هو بيعمل ايه، بتبداوا توعوا فعلا الاسر اللي في الاحياء الشعبيه وفي القرى والاماكن دي ان هي تاخد بالها من الكلام. القرى والمناطق اللي هي المتطرفه ده اهم حاجه في شغلنا. ده حقيقي. خلينا نقول ان احنا دلوقتي المدن هي الى حد ما متحضره. عندنا برضو اماكن شعبيه، يعني خلينا نتكلم بصراحه، يعني احنا في القاهره برضو عندنا اماكن شعبيه كتيره جدا وده بيحصل فيها بشكل عادي. تمام. لكن القرى بقى ما فيش فيها التوعيه الكامله. فبتلاقي النهارده الاسره مش مهتمه بحاجه زي كده. صح. الاب بيدخن قدام ابنه، فايه المطلوب؟ هو عايز يقلد، عايز يشوف ابوه ده بيعمل ايه. طب ايه اللي هيستفاده بعد السيجاره؟ تمام. فبيبتدي ان هو يتعامل. حتى تلاحظ النهارده الطفل اللي هو اللي قدام حضرتك ماسك السيجاره بايده وشغال عليها وبيلعب الكوتشين، هو شاف ده فعلا. هو شاف يعني ده، هو شاف ده مع بابا اشتغل على كده. بالظبط. فاشتغل عليه، فهو عايز يوصل بقى لمرحله انا حد كبير قوي. من التقليد هو ابتدى يشتغل عليه. فاحنا شغالين على الملف ده كويس قوي، ان احنا بنوعي برضك الناس ان هم يهتموا باولادهم. بالظبط. يعني من كلام حضرتك يا استاذ عبد المجيد انه هنا توعيه الاسره بقى من هنا، وازاي فعلا تقوم بدورها، يعني فعلا ان انتوا الاسره في القرى والمحافظات ان انتوا تبداوا تزودوا وعيهم فعلا ان هم يهتموا باطفالهم باهتمام بشكل اكبر. وده برضك بيرجع عندنا برضك، احنا بنعمل الحملات دي برضك عن طريق المساجد.
تمام، لان رجال الدين لهم دور مهم جدا طبعًا. في الموضوع دوت حتى بيكون في شيوخ في المبادرات طبعًا دي طبعا معاكم من الازهر مش كده؟ اكيد طبعا يا فندم اكيد، لان هم دورهم الكبير قوي من خلال المساجد، من خلال الخطبه بتاعه الجمعه الناس بتستجيب، وفي ناس ساعات بتبقى رايحه الوعي منها فبيبتدوا يرجعوا تاني من رشدهم. يعني خلينا نقول يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى قال لك يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يعني ربنا سبحانه وتعالى منزلها من فوق 7 سماوات، اجتنبوا المخدرات، اجتنبوا كل ما هو مسكر ويذهب العقل، والنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ده. فخلينا نقول ان دور الدين برضك لهم دور مهم جدا في الموضوع دوت، وعليهم لود عالي ان هم لازم يشاركونا برضك في حاجه زي كده. طبعا ده الخطاب الدين اللي بنتكلم عنه ليل ونهار، واللي دايما بيتكلم عنه رئيس السيسي الحقيقه، والثوره الدينيه وثوره في الخطاب الديني، انه لازم يتكلم، يقدر يتكلم بعقول الشباب، اللغه اللي الشباب بيفهمها، عشان نقدر نحافظ عليهم من استقطاب، اذا كان استقطاب ارهاب او اذا كان استقطاب للمخدرات والادمان. وده اللي ايضا بتعمل عليه دول واجهزه استخباراتيه ثانيه عشان تخترق مصر من خلال ثروتها وثروه شبابها، يعني ان هي فعلا تغرق البلاد بالمواد المخدره. وده اللي بنلاقيه انه على الحدود الحقيقه، يعني وظباط الحدود الحقيقه اللي ربنا يحفظهم يعني، وقواتنا المسلحه اللي كل يوم بيقدروا يوقفوا يعني ممكن نقول مئات او الاف الاطنان من المخدرات اللي بيحاولوا التجار دول او الدول دي او الاجهزه الاستخباراتيه ان هي فعلا تدخلها وتغرق بيها البلاد. هو ده ليه يا فندم؟ يعني ليه الحاجات دي بتخش جوه مصر؟ عشان احنا ما نتقدمش طبعا، عشان نفضل واقفين زي ما احنا. لكن احنا بنحارب ده بشبابنا وعينا، لازم نحارب ده. وخليني اقول لحضرتك برضك ان في حاجه تانية هي بتخلي الشاب يوصل لحاجه زي كده من حته المخدر، ان يقول لك انا بنسى مشاكلي. طب مشاكلك ايه؟ طيب الاحباط اللي كنا بنتكلم عنه يا فندم، بنسى المشاكل. لما اشرب السجارة او الحشيش او الماده المسكره، هو بيتهيله ان هي خلاص بتبعد عن المشكله، لكن مش بتحل المشكله، بل بالعكس ده بتزود عندك المشكله. تمام. فدي حاجه طبعا، ان هي بقول لك بتنسى الانسان همومه، بتنسي همومه، بتخليه بيضحك زي ما بيقولوا، لكن زي ما بقول لحضرتك ان هي بتدخله برضك في مشكله اكبر من دي. بتعملوا بروتوكولات تعاون برضو يا استاذ عبد المجيد مع مستشفيات، وبتزوروا برضو مستشفيات، وبتعملوا دعم نفسي ومادي احيانا لبعض المستشفيات والمرضى؟ ده بيتم برضو من خلال الائتلاف؟ احنا فعلا بنروح بنزور بعض المستشفيات حتى عشان نشوف الحالات اللي قدامنا ايه، ونبتدي ان احنا نشتغل عليها يعني. تمام. انا عملت فكره بسيطه قوي، هي برضك عشان الحمله، ان احنا جبنا زي باص. تمام. اصلا النهارده اللي في الشارع هقول له تعالى تعالى عشان اعالجك من الادمان او اللي انت فيه دوت، هيرفض مش هيخش. فعملت فكره بسيطه قوي زي باص كده، ورحت جايب فيه زي شاشه عرض ووسائل ان هي ايه الاخطار بتاعت الادمان. فهو لما بدا يفكر في الموضوع بدا يستوعب النهارده اللقطه دي، طب انا هوصل لحاجه زي كده. فمن خلالها طب تعالى خش الباص شوف ايه، هو عنده حب الاستطلاع، انا عارف ايه بيعملوا ايه في الباص جوه. فلما دخل ولقى الواقع قدامه، انا بدات ان انا افلام تسجيليه وافلام توعويه. ما هو ده برضك ده حاجه يعني حاجه مهمه جدا يعني، معلش اصلا مش هروح للمنيو اقول له تعالى معالجك من الادمان اللي انت فيه. مش هيرضى يعني. فهو هيحس بقى ان هو حاجه لا شيء لما اصحابه اصحابه واحده واحده. ده برضك من ضمن الحاجات اللي احنا شغالين عليها، هي الوسائل التعليمية لحاجة زي كده. 25 يناير سريعا كده هتقول لنا استاذ عبد المجيد، كانت دكتور ناهد شاكر بتتكلم عن يعني تكريم بعض اهالي الشهداء، شهداء الشرطة والقوات المسلحة، قبل يعني الاحتفال باعياد الشرطة في 25 يناير واعياد ثورة يناير. تمام. احنا ان شاء الله يوم 24 يوم عيد الشرطة ان شاء الله رب العالمين، معانا شخصيات طبعا من اهالي الشهداء، هيتم تكريمهم ان شاء الله، هيتم تكريمهم في اليوم دوت، ومحضر لهم ان شاء الله الهدايا بتاعتهم، ومحضر لهم التكريم، وتبقى احتفاليه جميله جدا. واحنا مجهزين لنا كويس قوي، لان هم يستحقوا مننا كل التقدير والاحترام، شهدائنا، سواء شهداء كل الثورات اللي قامت قبل الثورتين اللي قاموا قبل كده، كل التقدير والاحترام ليهم. طيب استاذ عبد المجيد استاذنك، احنا هنكمل ودكتور ناهد هتنضم الينا، لكن بعد النشره الاقتصاديه مع احمد فؤاد. اليك احمد، صباح الخير.
صباح الخير حنان واهلا فؤاد، وبنرحب بمشاهدينا مره ثانيه. وانضمت الينا للحوار رئيس ومؤسس ائتلاف نواب ونائبات قادمات وسفيره السلام دكتور ناهد شاكر. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كان في زحمه شويه؟ اكيد ومع الجو مش كده؟ اكيد اكيد يعني. بنرحب بحضرتك معانا، وكنا حابين نعرف بشكل سريع كده بدايه الائتلاف والى اي مدى انتم متواصلين في كل محافظات مصر مش بس في القاهره قبل ما نبدا نتكلم عن مبادرات. هو بدايه الائتلاف من بعد ثوره 30 يوليو. تمام. ابتدينا نكون الائتلاف، وكان الاول يعني على مستوى القاهره بس. ولما لقينا ناس كتير عايزه تدخل في الائتلاف فعملنا على مستوى الجمهوريه. وفي الحقيقه هو كان نسائي بس، وبعدين كان نائبات قادمات بس. نائبات قادمات. لقينا بقى ما شاء الله الشباب كتير شافوا يعني تواجدنا في الارض، وشافوا مشاركتنا في كل ما يخص الشباب ويخص المصريين بصفه عامه. فابتدوا يتكلموا عايزين يدخلوا الحركه. يعني ما بقيتيش متحيزه بس للنساء والنائبات يا دكتور؟ لا، انا حتى وانا كنا للنساء بس، يعني ما كنتش بشتغل للنساء بس حقيقي، بشتغل لمصر كلها. لان احنا بنعشق العمل التطوعي وبنحب مصر والمصريين كلهم بصفه خاصه، يعني ايا كان سلبيات ايجابيات كله بنحب مصر. وقريت لحضرتك تصريحات برضو انه المراه اكيد مش هيبقى لها دور ودور ايجابي في المجتمع غير بدعم الرجل، عشان كده حضرتك بتهتمي برضو. انا بهتم بكل المصريين. طبعا لولا دعم الرجل، لولا دعم الزوج والاخ والجار والابن والاب ما كانش طبعا المراه نزلت اكيد يعني. فعلشان كده انا لما لقيت بقى الإقبال شديد من الرجال والشباب، فدخلت لها بند نواب ونائبات قادمات، مش برلمان طبعا، ده احنا نواب ونائبات قادمات لخدمات الشعب المصري كلها. منها طبعا لان ممكن يختلط فعلا الامر انه تحضيري للبرلمان فقط. لا لا لا، لكل حاجة. احنا يعني نواب ونائبات عن الشعب المصري كله. تمام. سواء انتخابات، سواء ماشي يعني في العمل المجتمعي بصفة عامة لخدمة مصر والمصريين. طب دكتور، في البروتوكول اللي تم توقيعه مع رئاسة الوزراء والائتلاف في حملة ضد الإرهاب، وطبعا ده بيتماشى مع سياسة الدولة الحفاظ على ثروة مصر من الشباب ضد الإرهاب، وحملة اختار حياتك اللي بتتبناها أيضا وزارة التضامن الاجتماعي. ممكن حضرتك تقول لنا يعني هنا الدعم من رئاسة الوزراء إزاي للحملة احنا دي؟ أنا طبعا يعني كلنا بنعترف ومتأكدين ان الإدمان آفة من آفات الإرهاب. اكيد اللي بيحط الحزام الناسف ده علشان يفجر نفسه، او اللي بيقتل جندي او ضابط او حتى المدنيين، اكيد مغيب يعني، اكيد حتى كمان معمول له غسيل مخ. فاحنا عندنا في مصر الإدمان والإرهاب لو قضينا عليهم مصر هتبقى قد وقد الدنيا ان شاء الله. يعني الحمد لله هي بقت قد الدنيا بالإنجازات، لكن طبعا لما نقضي على الـ الآفتين دول أكيد مصر هتبقى قد وقد العالم كله إن شاء الله. فإحنا عملنا، أنا تقدمت لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي وعملت معهم بروتوكول، قابلونا وقعدوا معنا الدكتور عمرو عثمان والدكتورة هيام، وقعدنا معاهم. في الحقيقة أعجبوا بعملنا وكده، وعملنا معاهم البروتوكول ومضيناه. وبالتالي في مساندة من فعلا هيئات ومؤسسات الدولة للمنظمات المجتمع المدني. لا، أنا عايزة أقول لحضرتك اللي الشعب المصري ما يعرفوش كمان، إن الدولة بتدعم الموضوع ده. هقول لحضرتك الخطوات يعني. أنا لما بعمل لهم فاكس وما أكون مثلا في محافظة، أو في قرى او في مصر او في القاهره، يعني احنا بنجوب بيها كل المحافظات والقرى والنجوع. وكمان الشركات والمناطق الاستثماريه والمعاهد الازهريه والجامعات الخاصه والجامعات الحكوميه. لفينا في الكلام ده كله. عايزه اقول لك المحاضر لما بيجي بيبقى معاه الكتب ومعاه البروشورات كمان، اولا واحده واحده بيعرفك
الأول تكتشفي إزاي إن ده متعاطي، تمام، وبعدين كيفية الأسباب. حتى الأول حتى لو أحيانا في شخصيات ما بيكونش باين عليها، لا طبعا في أعراض، في أعراض بتبان يعني حتى على الوجه كمان. فبيقولك تكتشفي إزاي الأسباب الأول، بيقولك الأسباب اللي بتخلي الإنسان يبقى مدمن وكيفية القضاء على الأسباب دي. وبعدين بيقولك لما تعرفي إن هو مدمن إزاي تعالج بعد المعافاة. الدولة بقى بتعمل ايه؟ ده اللي لازم الناس كلها تعرفه. اولا الدولة بتعالجه، المدمن ده بتعالجه في السر حفاظا على الخصوصية يعني. وبعد ما بتعالجه في مرحلة المعافاة بتشوف يعني ايه اتجاهاته، ممكن يكون يعرض اذا عنده استعداد يعرض مشكلته والمراحل اللي عدى بيها وانه اصبح الحمد لله متعافي، الدولة بتساعده على ان هو يعرض ويعمل ويحاضر كمان. هايل. لا ده في خلال ويساعد في يعني علاج الاخرين مدمنين الاخرين. ايوه ده خلاف بقى ما ان الدولة بعد ما يخلص خالص ويبقى كويس ومتعافي بتساعده في ايه بقى؟ بتعمل له قرض، بتمده، بتعمل له اي مشروع يشتغل فيه. هي. الدولة بتساعده كمان يعني. هي. في حاجات كتير الدولة بتعملها بس للأسف الإعلام عنها مغيب حقيقي يعني. فإحنا دورنا، إحنا دورنا نوصل المعلومة يعني. تمام. فالدولة بتشتغل في الموضوع ده كويس جدا وإحنا بنشتغل فيه معاها. وإحنا يعني معظم المحافظات رحناها وقريبا جدا رايحين الصعيد، بس الفترة اللي فاتت دي كانت كلها الدنيا مشغولة شوية واحتفالات عيد الشرطة على الأبواب والاختبارات كمان، لأنك بتروحي الشباب بالذات مهمة قوي، بتروحي الجامعات والمعاهد. طب. البنين والبنات. احنا في خلال بقى الحملة بتاعت الإدمان ومكافحة الإدمان والتعاطي كمان بندشن حملة لا للإرهاب، لأنه الاثنين طبعا مرتبطين ببعض. طب. بندشنها في كل المحافظات. ويعني بنقول للشاب أنه بنثقفه، بنعلمه على أنه ما فيش أي حد يخترقه، يبقى عنده انتماء لوطنه، انتماء لبلده، عارف ايه اللي بلده ادتهوله، ايه حقوقه اللي اخدها وحيدي امتى بقى، لان ان الاوان ان احنا ندي لمصر بقى. صح. يعني خدنا منها كتير في الحقيقه. صح. فان الاوان في ناس ما بتكونش شايفه ده فعلا يا دكتور. ونقول يعني لو نبص فعلا للشعوب العربيه، وان شاء الله يا رب ازماتهم تنتهي، اذا كان الشعب السوري او العراقي او الليبي، يعني فعلا انه احنا عندنا وطننا وبيحتضننا بالشكل ده، حتى لو عندنا اي مشكلات فعلا ده يعني لا لا الحمد لله. احنا دلوقتي في عصر النهضه، نهضه مصر، مصر الحمد لله. يعني عايزه اقول حاجه، مش هنتكلم بقى في الانجازات وكده، احنا في نهضه دلوقتي، احنا مصر بتتقدم في كل حاجه، في كل حاجة الحمد لله. الحمد لله. في المشاريع الاقتصادية، في عقد الصفقات، الرئيس عبد الفتاح السيسي بيجوب جميع العالم لرفضه سياسة القطب الواحد، رفضه انه هيمنة امريكا على مصر. فالدنيا الحمد لله يعني، واكتسبنا مقعد في مجلس الامن لمدة سنتين الحمد لله، كملنا الاستحقاق الثالث. عندنا الحمد لله انخفاض في عجز الموازنة، وعندنا ارتفاع في معدلات التنمية الاقتصادية. يعني الحمد لله، والرئيس عمل مبادرات كتير للشباب. فمصر، مصر بتتقدم الحمد لله في نهضة، وافتتاح قناة السويس ده طبعاً مصر فعلا أمس احتفلنا بمصر فعلا بقت قد الدنيا. وان شاء الله هتبقى قد الدنيا اكبر من كده بكتير. إن شاء الله. طب دكتور كلمه اخيره للدوله، للشباب، يعني حضرتك تحبي توجهيها في ختام اللقاء. انا بقول للشباب احنا معاكم، بس يعني عايزين يعني القبول منكم، عايزين الاستعداد النفسي، ومعاكم وكل اللي انتم عايزينه احنا تحت امركم، وامروا تطاعوا، احنا لخدمتكم.
نشكر حضرتك جدا دكتور ناهد شاكر، مؤسس ورئيس ائتلاف نواب ونائبات قادمات وسفيره السلام، وايضا الاستاذ عبد المجيد عبد العال المدير المالي للائتلاف. نشكركم جدا ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله يا رب في مبادراتكم، عشان دايما بنتكلم انه الدوله اكيد مش هتحل كل حاجه وحدها، ولازم كلنا نكون موجودين كمؤسسات مجتمع مدني وكلنا كمواطنين. فبنشكر انا عايزه اقول لحضرتك في حملات كتير بتتعمل، يعني عاملين برضو رجع تاريخك سياحة واستثمار وآثار والكلام ده، نتمنى لكم التوفيق عشان وقت إن شاء الله البرنامج. مع الأسف شاء الله. معلش يا دكتور، لا معلش، يوم سعيد ونتمنى لكم يعني كل التوفيق إن شاء الله في كل المبادرات. وحوار الجاي الحقيقة مشاهدينا، احنا بنتكلم عن زي ما قلنا الزيارة المرتقبة الأكثر من هامة للرئيس الصيني لمصر من تقريبا من حوالي 15 سنة، العلاقات الاستراتيجية بين مصر والتنين الصيني والشراكة الاقتصادية والاستراتيجية والعسكرية وما إلى ذلك. بنتكلم هنا أيضا عن كمان الثقافة الصينية، ده هيكون موضوع حوارنا ومحطتنا القادمة عن الأسبوع الترويجي لانطلاق الكتاب الصيني، وانتظرونا بعد الفاصل.